مشاهدينا إلى نقاش هذا الموعد إذن لمناقشة التحديات المشتركة. الجزائر تفتح أبوابها لأعضاء البرلمان العربي. البرلمان العربي يجتمع في الجزائر لبحث سبل العلاقات البينية العربية. قضايا الأمن والتنمية تتصدر جدول أعمال البرلمان العربي. كل هذه هي نقاط وأخرى إذن سنناقشها مع ضيفنا هاتفيا السيد فيصل جمول، عضو المجلس الشعبي السوري وعضو نقابة المحامين السوريين. سيد جمول، مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير ومساء الخير للساده المشاهدين ولاهلنا بالجزائر. شكرا لك. اذا سيد جمول، انطلقت اليوم جلسات الدوره 36 لاتحاد البرلمان العربي. الجزائر تفتح اليوم ابوابها لاعضاء البرلمان العربي لمناقشه التحديات المشتركه، تفضل. ليس اليوم تفتح يدها الجزائر، عبر تاريخ الجزائر فاتحه يدها. هذه البلد التي تحترم وترفع لها القبعه لها ولشعبها ولقيادتها. بلد المليون شهيد الذين ضحوا من اجل ان تحيا الجزائر ومن اجل ان تبقى الجزائر عظيمه باهلها وبشعبها. اليوم العمل البرلماني جزء مما قدمته الجزائر وتقدمه من اجل القضيه العربيه ومن اجل القضيه الوطنيه. فالجزائر تعودت دائما ان تكون ممدوده لها الخير ولدعم كافه القضايا المهمه، واليوم نجتمع طبعا والقضيه الرئيسيه المطروحه على جدول اعمالنا هي قضيه فلسطين وما يجري في فلسطين و حرب الإبادة الجماعية التي تتم على شعبنا الأعزل في فلسطين وعلى المدنيين. وهذا كان محور اهتمام المؤتمر والمؤتمرين العرب ودعوة الجزائر بأن يكون هناك موقف عربي موحد في هذه القضية في كافة القضايا المطروحة على الساحة، ونتمنى أن يكون هناك اتفاق بالحد الأدنى على الأمور المتفق عليها من أجل بموقف موحد عربي يحفظ كرامة العرب ويحفظ العروبة ويقصد فلسطين ويدافع عن هذا الشعب المظلوم الذي تجد بحقه إبادة جماعية خلافا للأعراف الدولية وخلافا للقانون الإنساني وخلافا للعرف الدولي الإنساني. اليوم المطلوب من العرب أن يكونوا كلمة واحدة من أجل حماية هذا الشعب ضد هذا الكيان المغتصب، هذا الكيان السرطاني الذي يمتد. ليس الخطر هو على فلسطين فحسب، بل هو خطر على كل الأمة العربية. اليوم تسعى لتحقيق احلامها في حدود الكاسين فرات اليمين، في اقتلاع الشعوب من اراضيها وتوطين حثاله العالم من ابناء من يدعوا انهم صهيونيون او يهود. طبعا اليهود يختلفوا عن الصهاينه، الصهاينه فكر وفكر مجرم وفكر يعني يخالف كل الشرائع العالميه. فاليوم نتمنى ان نخرج بقرار موحد يضمن استمرار العمل العربي الشرف ويضمن الضغط على كافه الهيئات الدوليه وخاصه منظمه الامم المتحده لاصدار قرار باعتراف بفلسطين كدوله ولوقف الجرائم الاباده الجماعيه التي ترتكبها اسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني. اليوم اسرائيل مارقه على القانون الدولي، لا تحترم القانون الدولي، هي ومشغليها من امريكا وبريطانيا والغرب الذي تقاتل باسلحتهم، الاسلحه التي تقاتل بها اسرائيل وتقتل فيها الشعب الفلسطيني اسلحه امريكيه وبريطانيه. وبالتالي المطلوب اليوم الضغط على امريكا وعلى الغرب من قبل الدول العربيه كافه من اجل تغيير مواقف ومن اجل صيانه الحق العربي ومن اجل الدفاع عن هذا الشعب الاعزل الذي يذبح بامام العالم والعالم كله يشهد على هذه الاباده التي تجري بحق شعب واهلنا في فلسطين. نعم. الجزائر لها مواقف تاريخيه وهذا الموقف يضاف الى مواقفها التاريخيه في الدفاع عن حقوق العربيه وعن المقدسات العربيه. طيب في هذا السياق فقط سيد جمول، القضية الفلسطينية كما أشرتم هذا كانت محور هذه الدورة، حتى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي قال أن الجزائر لن تدخر أي جهد في دعم القضية الفلسطينية، وقال أن الهيئة تدفع الجميع لتحمل مسؤوليتهم تجاه القضية. للتذكير فقط، محكمة العدل الدولية أمرت الكيان الصهيوني بوقف هجومه على رفح، هل قرار محكمة العدل ملزم؟ يعني هل يمكن ربما إجبار الكيان على تطبيق هذا القرار؟ طبعا هو قرار محكمة العدل الدولية هو قرار قضائي، ولأول مرة يصدر في التاريخ المحكمة قرار يدين إسرائيل، فهو نفذ أو لم ينفذ، لأن إسرائيل ترقى على القانون الدولي تحت القانون، لم تنفذ أي قرار دولي، إلا أن وجود هذا القرار فضح اسرائيل وفضح هذا الكيان وفضح من ورائه بعدم احترامه لحقوق الانسان وعدم احترامه للشرعيه الدوليه وعدم احترامه للقرارات الدوليه
مما يجعل هذا الكيان في الان في 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 صوره العالم كلها كيان مجرم، كيان قاتل، كيان يرتكب اباده جماعيه. هذا الموضوع علينا ان نذكره، ان اليوم القرارات لن تنفذ ولن تنفذ اسرائيل، وفيما اذا اتخذ حتى قرار نهايه الامم المتحده ستستخدم امريكا الفيتو الامريكي كالعاده والبريطان. لكن المهم ان هذا العمل المقاوم في فلسطين فضح الكيان وفضح داعمي بانهم مارسين على القانون الدولي، لا يحترمون حقوق الانسان. اليوم لا نريد احد ان يقف مع المقاومه او ضد المقاومه. اليوم الشعوب الاوروبيه والشعوب الغربيه وامريكا تقف مع انسانيتها، تشاهد هذه الجرائم الفظيعه بحق الناس العزل الامنين الاطفال والنساء والشيوخ. وقف العالم المتحضر اليوم والعالم الحر الى جانب انسانيته. اليوم مطلوب من العالم ان نقف قبل كل شيء لجانب انسانيتنا، اذا كان ان من يذبح من اخوتنا هم اشقاؤنا العرب. فعلينا ان نكون موقفنا موحد تجاه هذه القضيه، وان نزيل الخلافات جانبا من اجل نصره هذا الشهر، ومن اجل تحقيق نصر لهذه المقاومه، ومن اجل نصره القضيه الفلسطينيه، ومن اجل نصره القضيه الفلسطينيه وحمايه شعب فلسطين، وبالتالي القضاء على هذا السرطان الذي سيمتد الى غيره من الشعوب العربيه. لانه اسرائيل لم تكتفي في فلسطين، بل هي سرطان يمتد الى دول اخرى. فاليوم انتهت غزه، غدا سياتي مصر وسياتي الاردن وسياتي سوريا. هناك مخطط يجري، على العرب ان يتنبهوا وان يقراوا التاريخ وان يوقفوا هذا المخطط الاجرامي، هذا السرطان القاتل لكل شعوبنا ولكل اوطاننا. فعلينا ان نكون يدا واحده موحده، وهذا ما دعاه اليه السيد رئيس المجلس الشعبي الجزائري، الشعب الجزائري. ونتمنى ان يكون العرب مواقفهم واحده، وان يكون هناك استمرار في التصدي لهذا المشروع، وان يكون هناك لجان تتابع عمله لدى المنظمات الدوليه والمنظمات ذات الصله في الامم المتحده من اجل الوقوف الى جانب فلسطين والشعب الفلسطيني. طيب، رئيس الاتحاد البرلماني العربي طالب بضرورة إيجاد مساحات للتعاون البرلماني مع تضافر الجهود الداعمة لمصلحة البلدان العربية المشتركة. سيد جمول، كيف تقيم التحديات التي تواجهها الدول العربية حاليا، وكيف يمكن لاتحاد البرلمان العربي المساهمة في حلها؟ طبعا احنا كبرلمانيين عرب، يعني اغلب الحكومات العربية طبعا اغلب لها يعني ارتباطات واتفاقيات تلزمها وضغوطات من دول اجنبية لا تقبلها ولا تستطيع ان تتحرك. اما البرلمانات فهي تعبر عن ارادة الشعوب وارادة الشعب العربي، بالتأكيد كل الشعب العربي يرفض الكيان الصهيوني ويرفض وجوده ويرفض ما يجري في غزة وفي فلسطين. فاليوم يجب ان تضغط هذه البرلمانات بصفتها ممثل لشعوبها وبصفتها تمثل لشعوب على الحكومات ايضا استنادا الى راي الشارع، حتى تكون فاعله في التاثير على القرارات الدوليه التي ستؤخذ بحق فلسطين، وحتى تحرج الدول الغربيه والدول وامريكا في قراراتها وفي توقيف دعمها لاسرائيل. لانه لولا دعمها لاسرائيل لم يقتل الفلسطيني هذا، الأسلحة التي تقتل الشعب الفلسطيني هي الأسلحة الغربية والأسلحة الأمريكية، وبالتالي من يستخدم الفيتو هي أمريكا وبريطانيا. فعندما يصبح هناك ضغط شعوبي وضغط الكتلة العربية كلها تضغط باتجاه واحد، سيؤثر بالتأكيد على القرار الغربي وعلى القرار الصهيوني، إذا كان هناك وحدة في القرار ووحدة في الرأي العربي ضد هذا الكيان الغاضب. طيب، كيف ترى ربما دور اتحاد البرلمان العربي اليوم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء؟ نحن اليوم كان وجهة نظرنا، نحن اليوم خلينا نتفق على النقاط الاتفاقية. يعني اليوم نحن نترفع عن خلافاتنا في سبيل المصلحة القومية. اليوم الأمم عم تدور على الوحدة بينها من أجل مصالحها وليس من أجل القومية أو من أجل أي شيء آخر. اليوم نحن كعرب مصالحنا تقتضي ان نكون داعمين لبعضنا اقتصاديا وثقافيا وفكريا حتى نقاومنا مما هو قادم. اليوم واجب الجميع ان يكون
صوتا واحدا من اجل حمايه شعوبنا ونهضه شعوبنا وان نحفظ كرامه شعوبنا بالحد الادنى من الكرامه، لانه اليوم اذا كان في موقف عربي سيؤثر على الموقف العالمي، سيكون لهم قرار. اما اليوم بسبب هذا التشرذم والموقف غير الموحد يجعل الموقف العربي في هيئه الامم ضعيف وفي كافه الهيئات الدوليه وكافه الامم الدوليه. اما عندما يكون هناك قرار موحد يصدر عن العرب اجمعين سيكون هناك تاثير على القرار الدولي وعلى القرار تجاه القضيه الفلسطينيه اللي هي القضيه المحوريه للعرب وللعروبه. سيد فيصل جمول عضو المجلس الشعبي السوري وعضو نقابه المحامين السوريين، شكرا لك على هذه المداخله.